أغلقت إدارة مطار النجف الدولي أبواب المطار أمام المسافرين من دون سابق إنذار بحجة وجود صيانة في مدرج هبوط وإقلاع الطائرات، لتتوقف الرحلات حتى إشعار آخر بسبب حدوث خسف في المدرج. مطار النجف يعتبر من أهم المطارات الموجودة بالعراق، فجأة ينغلق أمام المسافرين لمدة أكثر من 24 ساعة. ليش؟ شنو السبب؟ والله شنو يقولون اكو طاسات بالمدرج. ليش قبل توانشت ما تدرون بانه اكو طاسات بالمدرج؟ واردات المطار وين جاي تروح؟ النجفيين ما مستفادين بها. نجفيون تساءلوا باستغراب عن حجم الاموال التي صرفت على مطارهم الذي لم تستفد المحافظة من ايراداته شيئا الى الان، داعين الجهات الرقابية الى فتح ملف المطار والتحقيق بالاموال التي اهدرت عليه. اسم عندنا مطار بالنجف، ما حد عرف شن صرف للنجف من المطار، شن اللي استفاد النجف من عنده من المطار. زين، مطار يوم خربان، يوم المطار يجيبون موظفين بيه من خارج المحافظة. زين، أي واردات من المطار للنجف ماكو أبد. الإدارات اللي متعاقبة على المطار النجف كلها من خارج المحافظة. ليش مطار دولي انغلق 24 ساعة بسبب حفرة؟ نطالب أولا الجهات المعنية، نطالب الجهات الرقابية، نطالب الجهات الحكومية بإجراء تحقيق وإجراء إجراءات عامة بخصوص هذا الشيء. مطار النجف وبعد يوم مضطرب إداريا عاد إلى العمل بشكل طبيعي، فيما أفادت مصادر حكومية أن لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء وصلت صباح اليوم المطار للتحقيق بإغلاقه من دون علم سلطة الطيران المدنية. من النجف محمد الغاربي، وان نيوز.